أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن الأزمة والحرب في اليمن والمواقف الدولية المزدوجة في بيع السلاح من جهة، والحديث عن دعم مسار السلام من جهة أخرى. قالت وزيرة الشؤون الدولية البريطانية هاريت بالدوين إن بلادها تأسف لسقوط ضحايا، لكن لن تتوقف عن بيع السلاح للسعودية. وقال صحيفة الاندبندنت البريطانية إن السعودية اشترت أسلحة بريطانية بقيمة 4.6 مليار جنيه استرليني منذ بداية الحرب في اليمن. في غضون ذلك، أدان وزراء خارجية مجموعة السبع الصناعية أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وأعرب وزراء الدول السبع عن قلقهم العميق من تقارير دولية تحدثت عن مكونات أسلحة باليستية ترسلها إيران إلى ميليشيا الحوثي. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: كيف يمكن فهم الموقف الدولي الداعي للسلام والمستمر في بيع الأسلحة للأطراف المتصارعة؟ وهل أصبحت الحرب اليمنية أداة للاستغلال بيد المجتمع الدولي ولتصفية الحسابات؟ قبل النقاش نذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود. في مؤشر على عمق عقدة الأزمة الإنسانية باليمن، تعود المواقف الدولية متخذة شكلا متناقضا في حرب أحدثت دمارا هائلا وغيبت كل مساعي العودة لمسار السلام. ثنائية بالموقف وصفها متابعون بعدم جدية التوجه الدولي بالالتزام بمحددات ومقتضيات التحولات الديمقراطية، والتزام الدول الراعية لهذا التوجه إزاء منظومة حقوق الإنسان المتكاملة التي تدعو للتمسك بها في كل حين. ففي الوقت الذي تدعو فيه أطراف النزاع باليمن لإيقاف الحرب ونزيف الدم، تذهب لبيع السلاح للدول والجماعات المشاركة في صناعة ذات الحرب، وهي ازدواجية في الموقف انتهجتها الدول المصنعة للسلاح منذ بداية تشكل وتضاعف الأزمة اليمنية. في آخر التطورات، قالت وزيرة الشؤون الدولية البريطانية هاريت بالدوين إن بلادها لن توقف صفقات بيع السلاح إلى السعودية. جاء ذلك في كلمة لها بمجلس العموم الذي استدعاها على خلفية أنباء استهداف التحالف العربي حفل زفاف في محافظة حجة والذي أدى لمقتل مدنيين. صحيفة الاندبندنت البريطانية كشفت في ذات الوقت أن السعودية اشترت أسلحة بريطانية بقيمة 4 مليارات جنيه استرليني منذ بداية العام 2015، وهو رقم غير عادي قياسا بحجم الدمار الذي أحدثته الأسلحة منذ بداية الحرب. وفي الوقت الذي تزداد فيه مطالبات إيقاف الحرب، أدان وزراء خارجية مجموعة السبع الصناعية أنشطة إيران في المنطقة، وأعرب الوزراء عن قلقهم من تقارير دولية تحدثت عن إرسال أسلحة باليستية من إيران لميليشيا الحوثي. لا تتوقف المشكلة عند إرسال السلاح أو بيعه، بل تتعدى ذلك إلى تميع الملف الحقوقي، فبالرغم من المطالبات الحقوقية بتشكيل لجان دولية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق، إلا أن التلاعب الدولي في ذات الملف الحقوقي منع من تشكيل هذه اللجان كما يجب، ومنع أيضا من التحقيق وممارسة الدور المحايد والموضوعي كما يؤكد ذلك متابعون. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا الآن من لندن المحلل السياسي الدكتور محمد جميح. أهلا بك دكتور. نعم أسمعك. حياكم الله دكتور. يعني عندما يدين المجتمع الدولي ودول عظمى تدين سقوط مدنيين في الحرب، في المقابل هي تقوم بإقرار استمرار بيع صفقات الأسلحة للدول والأطراف المتصارعة، كيف يمكن فهم التعامل الدولي مع الحرب إجمالا في اليمن إذن؟ طبعا هناك مستويات للأداء لدى كل دولة، هناك المستوى السياسي والدبلوماسي، وهناك المستوى الحقوقي، وهناك المستوى الاقتصادي، وهذه المستويات قد لا تكون على حالة من الوفاق في توجهاتها، وبالتالي تأتي هذه المواقف التي يظهر لنا كمراقبين من خارج الصورة بأنها متناقضة فيما هي في الأصل يعني منسجمة مع ذاتها. عندما يعني يتم التباحث حول صفقة أسلحة، فهنا نتحدث عن المنافع الاقتصادية التي تعود بها هذه الصفقة للاقتصاد البريطاني على سبيل المثال، ولكن عندما نتحدث عن سوء استخدام السلاح فهنا يدخل الجانب السياسي والدبلوماسي الذي
يعبر عن قلقه واستيائه وينتهي الأمر عند ذلك. لكن في حقيقة الأمر أن العوامل الاقتصادية خاصة مع خروج بريطانيا بشكل خاص من الاتحاد الأوروبي هي التي تتحكم في صياغة السياسة الخارجية لبريطانيا، وبالتالي هم لا يضرهم أن يستنكروا وأن يبيعوا الأسلحة، لأن في الأخير إذا لم يتمكنوا من بيع السلاح على سبيل المثال للإمارات أو للمملكة العربية السعودية أو لأي من دول الخليج، فإن هذه الدول بكل سهولة سوف تبحث عن سوق آخر وستجد الأسلحة التي تريدها من سوق آخر. يعني في هذا المسألة، عندما يكون الوضع الاقتصادي أو المسألة الاقتصادية ملحة بالنسبة للحكومات في دولة ما، فإن هناك ربما جانب من غض الطرف عن الاحتياج أو عن الأزمات الإنسانية في أماكن أخرى، في الحرب في اليمن كمثال نتعايش معه ونتعامل معه الآن. هناك أيضا جانب آخر يعني لهذه المسألة، أن الحرب في اليمن لها إلى حد ما مشروعية وطنية يمنية ومشروعية دولية، بمعنى أن الحرب الجارية جاءت بطلب من رئيس المنتخب، رئيس شرعي منتخب، ووجه رسالة إلى العاهل السعودي وبالتالي إلى العرب جميعا، وتشكل هذا التحالف على أسس قانونية يستند إليها كل من تعرض لبيع الأسلحة من في البرلمانات الأوروبية، بأن هذه حرب ضد نظام منتخب ونظام شرعي وهي حرب على جماعة متمردة أخذت هذا البلد. هذه هي الصورة. كذلك جاءت القرارات الدولية وآخرها 22/16 لتدعم وتعطي نوعا من المشروعية الدولية لهذه الحرب، وبالتالي يصعب أو يكون موقف الذين يطالبون بعدم بيع الأسلحة للأطراف الداخلة في هذه الحرب وخاصة الأطراف التي تدعم الحكومة الشرعية، يكون موقف هذه الأطراف التي تريد أن تقطع بيع الأسلحة يكون موقفها ضعيفا، على أساس أن هذه الحرب تعتبر من ضمن الحروب التي يمكن أن تستند إلى أسس قانونية، لأنها جاءت برسالة من رئيس شرعي وكذلك نالت دعم الجامعة العربية والأمم المتحدة. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا دكتور. أرحب بمن ينضم إلينا الآن أيضا عبر الهاتف من مسقط، الكاتب والباحث السياسي الدكتور عبد الله الغيلاني. أهلا بك دكتور. مرحبا بكم جميعا الضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. حياكم الله دكتور. يعني من وجهة نظرك أنت وكمراقب إقليمي للمسألة ومن وجهة نظر إقليمية أيضا، هل ترى أن هناك ازدواجية يعيشها أو تعيشها المواقف الدولية خصوصا الموقف البريطاني من الأزمة في اليمن؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا هذه قضية متعددة الأبعاد، وبالتالي يعني لا يمكن أن ننظر إليها من زاوية واحدة، وإنما ينبغي أن ينظر إليها من جملة من الزوايا حتى نفهم يعني حقيقة الأمر. المواقف البريطانية أو المواقف الغربية في الجملة هي تعبر عن النموذج السياسي للحضارة الغربية، إذ أنهم يغلبون يعني الأبعاد الاقتصادية النفعية البرغماتية، في حين أنه يعني صانع القرار ينبغي أن لا يفصل بين القرار السياسي والقرار الاقتصادي والقرار الحقوقي وإلى آخره، لأنها في نهاية الأمر محكومة، يفترض أن تكون محكومة بذات المنظومة يعني السياسية الأخلاقية الاستراتيجية، ولكن ليس هذا هو المتبع في الحال الغربية. هناك انتقائية شديدة جدا في المواقف السياسية، لا تحكمها يعني المرجعية الأخلاقية، وإنما تحكمها في الغالب يعني البعد البراغماتي النفعي فيما يتعلق بتحقيق مصالح الدولة العليا. هذه مسألة. المسألة الأخرى يعني حتى يتحقق يعني شيء فيما يتصل ب يعني محاولة إيقاف بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية أو للتحالف إجمالا، يعني ينبغي أن يكون هناك قرار دولي، وهذا القرار الدولي غير متحقق إلى هذه اللحظة. صحيح أن الحرب يعني بدأت حربا مشروعة مقبولة، ولكن هذه الحرب انحرفت عن أهدافها. الحرب اليوم ليست موجهة إلى الحوثيين تحديدا، خاصة وأنه قد مضى عليها 3 سنوات ولم يتحقق هدف التحرير، بل أن الحرب يعني أهدافها انحرفت، يعني فبدل أن توجه يعني إلى أهداف استراتيجية تضعف يعني المفاصل الرئيسة للحوثيين،
صارت هذه الضربات توجه إلى أبرياء وإلى مدنيين وإلى مآتم وإلى أعراس وإلى تجمعات مدنية، فتحصد من الأبرياء المدنيين اليمنيين أكثر بكثير مما تحصد من الحوثيين. إذن لا يمكن يعني تبرير هذه المسألة بكون هذه الحرب هي حرب في أصلها مشروعة. نعم هي حرب في أصلها مشروعة، ولكنها انحرفت عن أهدافها السياسية والأخلاقية وباتت عبئا على الإنسان اليمني العادي المدني البريء الذي صار يتلقى يعني صباح مساء وتحصل من أرواح وتريق من الدماء وتسهق يعني من أنفس ما تسهق. إذن يعني هناك تحول في مجريات الحرب ينبغي التوقف معه. المسألة الأخرى أن المملكة العربية السعودية بإقدامها على هذا البذخ في شراء الأسلحة سواء من الولايات المتحدة أو من بريطانيا أو من فرنسا، هي لا تشتري هذه الأسلحة لأنها تحتاج إليها في هذه الحرب أو تحتاج إليها من أجل حماية أمنها القومي. يعني واضح تماما أن هذه يعني فواتير تدفع من أجل شراء المواقف السياسية الغربية إزاء ما يجري في المنطقة إجمالا وما يجري في اليمن تحديدا. فالمملكة العربية السعودية بما تتوفر عليه مقدرات عسكرية الآن هي قادرة على حزم المعركة بقواتها المتوفرة لديها، ولا يعني لا تفعل هذا بعد أكثر من 3 سنوات ما زالت عملية التحرير معطلة وليس هناك تقدم وليس هناك ما يشي أن التحالف سيمضي قدما في إنجاز عملية التحرير. إذن المملكة تحديدا والتحالف إجمالا لا يحتاج إلى مزيد من القوة العسكرية من أجل أن يمضي يعني قدما في إسقاط الحوثيين وإعادة الحكومة الشرعية، ولكن هذه المشتريات العسكرية إنما هي يعني عبارة عن فواتير سياسية تدفع من أجل شراء المواقف الغربية. طيب دكتور أجون تتفضل بالبقاء معي. انطلاقا من النقاط التي تفضلت بالحديث عنها، تساءل دكتور محمد يعني هل وفقا لذلك وعندما يتكرر الحديث عن مسألة حقوق الإنسان والضغط من قبل المنظمات المعنية بالمجتمع المدني وإلى آخره، هل تقع الأطراف أو الدول الداخلة في هذا التحالف بشكل عام في موقف المبتز أو يعني من يضع نفسه تحت دائرة الابتزاز؟ يعني الآن هناك دول مثل أمريكا تطالب بصفقات، في فرنسا صفقات أيضا، في بريطانيا الآن صفقات أيضا. هل باتت الدول المتعلقة بالحرب والأطراف المتعلقة بالحرب في اليمن تتعرض للابتزاز وفقا لهذا المبدأ؟ أنا دعني فقط أعلق على بعض النقاط التي أوردها الدكتور عبد الله. يعني رغم الأخطاء في الضربات الجوية ورغم ذهاب ضحايا مدنيين كثر في هذه الحرب، لكن الواقع أنه حتى هذه اللحظة لا تزال هذه الحرب في اليمن مبررة وطنيا بفعل الرسالة التي أرسلها الرئيس هادي، وأيضا معللة دوليا بفعل القرارات الدولية التي تدعمها، ولا يوجد حتى هذه اللحظة ما يغير هذه الرؤية الدولية إلا إذا صدر قرار دولي جديد بصيغة أخرى يمكن أن يعيد النظر في مشروعية الحرب. لكن حتى صدور هذا القرار الجديد فإن هذه الحرب تأخذ السياق القانوني الذي بدأت عليه من الأساس. فيما يخص الاختلاف أو انحراف أهداف هذه الحرب، أنا أختلف مع الدكتور بأن هذه الحرب انحرفت أهدافها، وهذا هو الكلام الإعلامي الذي يطرح، لكن لا يوجد ما يشير من بيانات دول التحالف بأن الحرب انحرفت عن الأهداف. قد نقول أن الحرب وقعت في أخطاء، أن الحرب وقعت في تجاوزات، لكن أنا أعتقد أن التقرير بأن الحرب قد انحرفت عن أهدافها بهذه الصورة اليقينية ينبغي أن يراجع، لأننا لا نستطيع أن نصل إلى اليقين في هذه المسألة. فيما يخص التسليح، أنا لا أتصور أن صفقات الأسلحة التي تعقد بين أطراف التحالف العربي في دول الخليج وأطراف غربية، لا أتصور أنها لمجرد شراء المواقف الدولية، لأن شراء المواقف الدولية كان يمكن أن يكون بغير صفقات الأسلحة، لكن هناك منفعة مشتركة، أنت تعطيني سلاحا وأنا أعطيك مالا، وبالتالي هذه هي قيمة السوق، هذه هي تعاملات السوق،
في المجال العسكري، بمعنى أن المنفعة مشتركة. نحن نسمع كثيرا من الكلام في الإعلام عن أن السعودية تشتري كثيرا من الأسلحة وتخزن الكثير من الأسلحة وهي ليست في حاجة إليها. أنا أتفق أن المملكة ربما لا تكون في حاجة إليها على سبيل المثال في الوقت الراهن، لكن ربما يرى صانع السياسة العسكرية في المملكة بأن المملكة على أطرافها تلتهب النيران في الشرق وفي الشمال وفي الجنوب، وبالتالي هي لديها مخاوف كبيرة من المستقبل. ربما بفعل هذا الدافع هي تسعى لشراء المزيد من الأسلحة الذي ربما لو توفر القليل منه لدى المملكة لكانت كافية في الحسم في اليمن، فيما لو كان هناك لو لم تكن هناك عوامل أخرى لإعاقة الحسم من الداخل. أولا رغم أن الحسم لم يأتي إلا أن أنا أختلف مع الدكتور بأن الحل العسكري يراوح مكانه. خلال الشهور الأخيرة تحركت كثير من الجبهات ومحافظة البيضاء دليل كبير على ذلك. محافظة صعدة اليوم الجيش في يعني في أكثر من 5 نقاط تحيط محافظة صعدة، ودخل كثير عدد من المديريات دعنا نقول في باقم، ودخل أيضا بالبقع، ودخل في علب، وهو الآن على بعد 10 كيلومترات تقريبا من مسقط أو من ضريح حسين الحوثي. إذن كيف يمكن أن نقول بأن هذه الحرب تراوح مكانها منذ فترة طويلة؟ لا، أنا أعتقد أن المراقب اليومي والمتابع بشكل مستمر لمجريات الميدان في هذه الحرب يرى أنها تحركت بوتيرة ربما أسرع من الوتيرة التي كانت عليها قبل شهور طويلة. الآن يعني المعارك الساحل أيضا تتحرك، والمعارك في تعز كذلك، يعني المناطق جنوب غرب المدينة أيضا فيها تقدم كبير. هناك جبهة تراوح مكانها صحيح، وهي جبهة نهم، ربما لاعتبارات سياسية معينة لم تتحرك هذه الجبهة. أما ما عدا ذلك فأعتقد أن الحوثيين منذ شهور طويلة وهم يتراجعون لم يكتب لهم أي تقدم عسكري، بل على العكس يدفعون الفاتورة يوميا. وأعتقد أن استهداف رأس الهرم السياسي الذي يعتبر بمثابة رئيس الجمهورية صالح الصماج يعتبر أيضا اختراق عسكري وأمني واختراق استخباراتي كبير لدول التحالف العربي بهذه الضربة الموجعة بلا شك الحوثيين. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا مرة أخرى دكتور محمد. أعود إلى دكتور عبد الله. دكتور عبد الله، ويعني وفقا لما هو متاح وما يجري الآن بالأصح على الساحة اليمنية وفي المشهد الإقليمي أيضا، هل الحرب ستستمر بهذا الشكل؟ إدانات لسقوط الضحايا المدنيين، صفقات أسلحة، استمرار للحرب، تأجيل ربما للحل وفقا لما هو منظور لديك؟ نعم، أولا أنا كنت أتمنى أن يتم الانتهاء من هذه المهمة خلال الأشهر الأولى أو خلال السنة الأولى على أقصى تقدير، ولكن نحن نتحدث الآن عن مضي 3 سنوات وهذه السنة الرابعة، ومع ذلك فالتحالف لم ينجز يعني المهمة الكبرى وهي يعني إزالة الحوثيين وإعادة حكومة الرئيس هادي. وهذا هو المعيار، يعني المعيار ليس تقدم تكتيكي هنا وهناك وضربات جوية هنا وهناك واغتيالات لبعض القيادات السياسية من هنا وهناك. المعيار الرئيسي الذي ينبغي أن يحتكم إليه في تقييم يعني النجاح الاستراتيجي لعاصمة الحزم هو المهمة الكلية، وهي إسقاط الحوثيين وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل يعني سبتمبر 2014. وهذا ما لم يحدث إلى هذه اللحظة، وهذا يثير تساؤلا، هل التحالف بقبضه وقضيضه المملكة العربية السعودية باعتبارها قوة إقليمية ضاربة في المنطقة، هل هي عاجزة عن إزالة مجموعة مسلحة سطت على السلطة بليل وغيرت المعادلة السياسية في اليمن؟ هل السعودية عاجزة عن إنجاز مثل هذا الهدف الاستراتيجي؟ إن كانت عاجزة فهذا أيضا يعني يثير علامة استفهام أخرى، يعني أخرى حول القوة الحقيقية العسكرية للمملكة العربية السعودية، وهي يعني تريد أن تقارع إيران على المستوى الإقليمي. وإن كانت ليست عاجزة، وهذا هو الأرجح أنا في تقديري، أن هذا التراجع أو هذا العجز عن إنجاز مهمة التحرير ليس عائدا إلى أسباب يعني موضوعية متعلقة بالقوة العسكرية أو القوة الاستخباراتية للتحالف، بقدر ما هي تعود إلى قرار سياسي. القضية اليمنية اليوم مرتهنة إقليمي، المشتركون في هذا القرار التحالف تحديدا المملكة العربية السعودية والإمارات
واللاعب الدولي الرئيسي الولايات المتحدة. وبطبيعة الحال إيران باعتبارها هي يعني أن الحبل السري للحوثيين يوجد في طهران وليس في في في, في أي مكان آخر. إذن هناك قرار سياسي. المملكة العربية السعودية هذه الحرب التي مضى عليها الآن أكثر من 3 سنوات تحولت إلى عبء ليس فقط على اليمن، على يعني مستوى إراقة دماء المدنيين وعلى المستوى السياسي والإنساني وغيره، وإنما تحولت إلى عبء وتحولت إلى بؤرة استنزاف للمملكة العربية السعودية ذاتها. كم من الإدانات الدولية صدرت ضد التحالف وضد المملكة، وحتى حلفاء المملكة الآن في الغرب تحديدا الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. الأمير محمد بن سلمان في زيارته الأخيرة الولايات المتحدة سمع كثيرا من الإدانات من بريطانيا ومن الولايات المتحدة ومن فرنسا ومن إسبانيا. فالمملكة العربية السعودية هذه الحرب كلما طال أمدها، كلما صارت عبئا، كلما صارت بؤرة استنزاف سياسي وعسكري ومالي وإنساني بالدرجة الأولى. اليوم يعني الصورة الذهنية للمملكة العربية السعودية في الغرب تأثرت كثيرا وتلوثت كثيرا بسبب ما يحدث أو ما يجري على الأرض اليمنية. إذن هي تحولت إلى عبء على التحالف وعلى المملكة العربية السعودية. وكما قلت أن القضية ليست قضية عسكرية محض، وإنما هي قضية سياسية بالدرجة الأولى. ويبدو لي يعني أن هناك توافقا على سيناريوهات سياسية معينة هي التي تعطل مسألة يعني حسم المسألة يعني أن يصار إلى حل سياسي. نعم. يعني أخي الكريم حتى المبادرات السياسية الدولية نتحدث عن 3 مبعوثين أمميين ولم ينجز أحد منهم إلى الآن حلا سياسيا معتبرا، بل لم يقدم مشروعا سياسيا معتبرا. هناك سيولة في المبادرات السياسية وفي الحراك السياسي. نعم. ولكنك تسمع جعجعة ولا ترى طحينا. أشكرك الكاتب والباحث السياسي الدكتور عبد الله الغيلاني، كنت معنا على الهاتف من مسقط، على تواجدك معنا في هذه الحلقة. بعودة أخيرة إليك دكتور محمد، يعني بالتزامن مع يعني تصريحات عدم توقف بيع الأسلحة البريطانية إلى السعودية، كان هناك أيضا إدانة من وزراء خارجية مجموعة 7 الصناعية لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وإعراب الوزراء عن القلق العميق من تقارير دولية تتحدث عن مكونات أسلحة باليستية ترسلها إيران إلى ميليشيات الحوثي. دكتور محمد، يعني هل هذا أحد النقاط، مسألة وصول الأسلحة الإيرانية للحوثيين، أحد النقاط التي سببت تصاعد واستمرار الحرب بهذا الشكل؟ ولماذا إلى الآن لم يستطع التحالف إيجاد آلية لوقف دخول هذه الأسلحة إلى البلاد برأيك؟ يعني أقول أن الذين يقولون بأن الحرب قد طالت، وهي طالت بالفعل، نذكرهم بأن التحالف الدولي بأكمله في أفغانستان منذ أكثر من 15 عاما ماذا فعل؟ لم ينجز ما أنجزه التحالف العربي في اليمن، هذه حقيقة. وكذلك التحالف الموجود في سوريا أنجز الكثير، ولا داعي لإحباط الناس ولا داعي لأن نبث فيهم روح اليأس. اليوم الحوثيون في أسوأ أحوالهم، والقادم أنا أعتقد أنه سيكون سيئا بالنسبة لهم، لأنهم ليسوا على أساس سياسي صحيح وليسوا على أساس عسكري أيضا متين. بالنسبة لما يأتيهم من أسلحة من إيران، وهناك طبعا القرار الدولي الذي 22/16 الذي يحرم إرسال الأسلحة إلى الحوثيين تحديدا في اليمن، وهناك أيضا قرار دولي صادر يخص إيران لا علاقة له بالحوثيين ولا باليمن، ويخص إيران لأنه قرار صدر في عقوبات دولية على إيران فيما يخص صناعتها العسكرية. هذا القرار يمنع إيران من تصدير الأسلحة لأي كان في العالم. إذا هناك قراران دوليان يمنعان إيران من تصدير الأسلحة إلى اليمن، وآخر يمنعها إجمالا من تصدير الأسلحة، ومع ذلك الإيرانيون يخرقون هذه القرارات الدولية ويرسلون الأسلحة. طبعا هذه الأسلحة التي يستخدمها الحوثيون في الأخير يعني رسائل إعلامية يريدون من خلالها بعث رسائل إعلامية لا أكثر، لأنها في معظمها هي تنفجر في الفضاء لأن منظومة الفجر تسقطها. لكن الشأن هنا بالنسبة للغربيين الذي يقلقهم ليس إرسال الحوثيين الصواريخ
إلى الرياض، لكن الذي يقلقهم أن هذه الصواريخ يمكن أن تصل أيضا إلى منظمات أخرى، ويمكن أن وبالفعل يمكن أن تستخدم منظمات أخرى مرتبطة بإيران ضد حلفاء لأمريكا أو حلفاء للغرب، وبالتالي انتشار مثل هذه الأسلحة يقلق الغرب. ولذلك اليوم الرئيس الفرنسي فرانسوا ماكرون إيمانويل ماكرون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش مسألة إعادة النظر في الاتفاق النووي لإدراج بنود أخرى ضمن هذا الاتفاق، منها تمديد فترة الرقابة إلى ما بعد 2025 على البرنامج النووي الإيراني، ومنها بند مهم يخص القلاقل التي تشيعها إيران في المنطقة وإرسال الصواريخ البالستية. لكن إلى الآن دكتور لم أعرف إلى الآن من خلال وجهة نظرك لماذا لم يوجد حل لإيقاف دخول الأسلحة الإيرانية إلى اليمن على الرغم من الرقابة الجوية المعطاة للتحالف العربي من قبل الحلفاء الاستراتيجيين مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى من الرقابة البحرية ووجود فرقاطات وكذلك حاملات سفن حاملات طائرات أمريكية حتى ربما؟ هذا السؤال يمكن أن نوجه للمختصين العسكريين، لكن أنا أعتقد أن اليمن بسواحل طويلة يصعب مراقبة هذه السواحل، خاصة وأنك تتحدث عن مهربين دوليين. الحوثيون تعرفوا على المهربين الدوليين، تعرفوا على تجار الأسلحة منذ أيام النظام السابق، وأيضا هناك شبكات دولية ينظمها حزب الله اللبناني وهو حزب خطير له تشعبات كثيرة في أمريكا اللاتينية في أفريقيا وفي شرق آسيا، وبالتالي هناك شبكات دولية ومافيا سلاح تهرب هذه الأسلحة، تعرف كيف تتصرف، تعرف كيف تتخفى إذا ما ضمننا حسن النوايا. أما إذا ما أضفنا عاملا آخر أن بعض القطع البحرية ربما تغض الطرف عن إدخال هذه الصواريخ بسبب أو لآخر، لأنها تريد إطالة أمد الحرب، تريد مزيدا من الاستثمار في الأسلحة في بيعها من أجل الاستثمار على حساب الدم اليمني، فهذا شأن آخر. أشكرك دكتور محمد جميح الباحث والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. وصلنا لختام هذه الحلقة، تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات الزميل محمد عبد المغني منتج الحلقة وجميع الأفراد في الطاقم الفني. إلى اللقاء.